كريتيكال سمعنا قرحة في الجهاز الهضمي أو القرحة الهضمية. هتلاقي عندك نوعين، إما تحصل تقرحات في جدار المعدة فسميها الجاستريك ألسر، أو هتلاقي التقرحات في الغشاء المخاطي المبطن للاثني عشر فسميها القرحة الاثني عشرية اللي هي الديودينال ألسر. يعني بتلاقي إنه طبعا ليش بيحصل كلام في إحدى المنطقتين؟ لأنه إفراز الحمض من هذه المنطقة. طيب ما دام إفراز الحمض من هذه المنطقة، يا إما سيهاجم الغشاء المخاطي المبطن للمعدة ويعمل تقرحات في الحالة بسميها قرحة معدية، وإما ينزل الـ HCL إلى الأسفل ويهاجم الغشاء المخاطي للـ 12 يعمل قرحة 12. طيب ليش كمان ممكن يحصل في هذه المنطقة؟ الـ 12 ليس مستعد لمواجهة الـ HCL، ما عندهش نفس الميوكوس ميمبرين الموجود في المعدة، فهو أضعف نسبياً، فوصول حتى قليل من الـ HCL قد يؤدي إلى تخريج هذا الغشاء المخاطي الرقيق أو الضعيف، ويؤدي إلى تمزيقه ويؤدي إلى إحداث جروح تؤدي إلى ما يسمى في النهاية بالديودينال ألسر أو القرحة الاثني عشرية. طيب هذه هي الفكرة العامة، يا حتلاقي القرحة هنا لأنه هنا مكان إفراز الـ HCL، يا حتلاقي أثناء نزول الـ HCL يعمل هجوم على الـ 12 ويعمل لك ما يسمى بالقرحة الاثني عشرية. طيب هذا يعني إيش بشكل عام؟ طيب طبعا عشان يتم التشخيص الدقيق ونعرف هل هي قرحة معدية أو اثني عشرية يجب أن يتم عمل منظار، فيحصل إندوسكوبي عن طريق منظار ندخل وبكاميرا معينة مركبة نستطيع أن نعرف هل الجرح في هذه المنطقة أم في هذه المنطقة. طيب ننتقل إلى إيش؟ ننتقل إلى أسباب هذه القرحة، لماذا تحصل قرحة عند بعض الناس؟ طيب هتلاقي أنه بالنسبة لأسباب القرحة في عندك أنه ثلاث أنواع من الأسباب. الفكرة بشكل التالي، في عندك أنت الآن توازن ما بين قوة تهاجم المعدة وقوة تدافع عن المعدة. طيب القوى المهاجمة ممكن نسميها offensive forces، قوى الهجوم على المعدة، وفي عندك بالمقابل قوى دفاع، إذا ضعفت قوى الدفاع عن المعدة أو الاثني عشر يحصل لك كمان قرحة، فتضعف defensive forces. وهناك أسباب أخرى ممكن نعتبرها others. إذن هناك ثلاث أسباب عامة لحدوث القرحة، يا إما زادت قوى الهجوم عندك على المعدة، يا إما ضعفت قوى الدفاع عن المعدة والاثني عشر، يا إما هناك أسباب أخرى. يعني مثلا إيش ممكن يزيد؟ ممكن مثلا زيادة إفراز الـ HCL، وش حمض الهيدروكلوريك هذا عبارة عن مادة حارقة ومادة أسيدك، ممكن تعمل تخريج في الغشاء المخاطي مع الزمن تؤدي إلى حدوث قرحة. طيب في بعض الناس طبعا ممكن يكون عنده براتيان زيادة في إفراز الـ HCL، في أدوية أنت بتاخذها تؤدي إلى زيادة إفراز الـ HCL. طيب في كل هذه الحالات قد تحصل قرحة. طيب الشيء الثاني اللي ممكن يعمل لك قرحة زيادة البيبسين. طبعا البيبسين هذا عبارة عن إنزيم يفرز من جدار المعدة ويساعد في هضم الطعام. طيب زي ما يساعد في هضم الطعام، ممكن لو زاد حده زيادة مع عوامل أخرى زي HCL وغيرها ممكن يهاجم الغشاء المخاطي المعدة ويعمل لك كمان قرحة. طيب في حاجة أخرى، في من القوى المهاجمة بكتيريا شرسة، ولازم نتذكر هذه البكتيريا، ممكن نعملها بلون مختلف لأنها مشهورة جدا، اسمها الـ H pylori. طبعا اسمها الكامل هيليكوباكتر بايلوري. الهيليكوباكتر بايلوري بيسموها أيضا بالعربي الملتويات البوابية، وهذه الملتويات البوابية تستطيع أنها أيضا تهاجم الغشاء المخاطي وتفرز بعض الإنزيمات اللي تفسر الغشاء المخاطي وتعمل لك قرحة، وهي من الأسباب المهمة جدا جدا. يعني تقريبا يمكن تكون اهم سبب من اسباب القرحه. يعني زمان احنا كنا دائما يعني نصب يعني جام غضبنا على من؟ على حمض الهيدروكلوريك انه هو الذي يعمل قرحه. الحقيقه وجد انه ربما الاتش فايلوري الان اكثر اهميه بكثير من الاتش سي ال. طبعا لها نجمات. طيب في ايضا هجوم اخر، في ادويه اصلا حامضيه وتستطيع ان تعمل تخريج بنفسها، الماده نفسها حامضيه. يعني مثلا كادويه شهيره عندك الانسيدز اللي مركبة النان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، هذه مواد حمضية وفي ناس ياخذوها لفترة طويلة زي الاسبرين والديكلوفيناك والايبوبروفين والكيتوبروفين، وهذه الادوية اللي نسميها النان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بتكون ايضا ويك اسيد. طيب ما دام ويك اسيد تاخذها لفترة طويلة لان عندك الام مفاصل دائمة ولا عندك مشاكل مستمرة والام مستمرة والام اسنان مستمرة مثلا، هتلاقي بتعمل تخريج لجدار المعدة بالتوافر مع الاتش سي ال والبيبسين وقد يؤدي ذلك لحدوث قرحة. طيب فخلي في بالك هذه الاشياء، لو زادت تعمل لك قرحه. طيب بالمقابل ممكن كمان يحصل ايش؟ نقص في قوى الدفاع. من هي قوى الدفاع؟ قوى الدفاع اعتبر عندك خطين اساسيين، في عندك الغشاء المخاطي الميوكوس ميمبرين،
او غشاء مخاطي، ممكن عند بعض الناس يكون مثلا رقيق شويه، ممكن ايضا انه صاحبنا بياخذ دواء يضعف الغشاء المخاطي وانتاج الغشاء المخاطي او افراز السائل المخاطي في جدار المعده. يعني في الاخير في عندك انت غشاء مخاطي ميوكاس ميمبرين، وفي افراز لسائل مخاطي يسمى الميوكاس. اذا في ميوكاس ميمبرين وفي ميوكاس. طيب في معك بعض الناس قلت لك قد ياخذ دواء، هذا الدواء يضعف الغشاء المخاطي ويضعف بناء الغشاء المخاطي. طيب زي من؟ زي الناس اللي بياخذوا ادويه النان ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، وكمان حتى ايضا يعني كمثال، وحتى الذي يدخنون ايضا بيحصل نفس الاشكاليه. طيب هذه الادويه ايش حتعمل؟ هذه الادويه حتمنع تصنيع البروستاجلاندينات للعين، يعني تعملها ايش؟ تثبيط انزيم الكوكس اللي هو سايكل اوكسجينيز، وتمنع تصنيع البروستاجلاندينات. طيب البروستاجلاندينات هذه مهمه في تقويه الغشاء المخاطي. انت الان ثبطت البروستاجلاندينات فلن يتم تكوين الغشاء المخاطي بالشكل المطلوب، وهذا يؤدي الى ضعف الغشاء المخاطي، وبالتالي يستطيع الاتش سيل الان ان يهاجم بقوه وان يؤدي الى احداث قرحه. طيب اذا كانه اذا قال لك واحد النان ستيرويد انتي انفلاماتوري درايز كيف تعمل قرحه؟ تقول له بطريقتين، وخاصه لو اخذ الدواء اورال. لو بتاخذ حبوب الاسبرين والديكلوفيناك والايبروفين اورال يحصل لك قرحه بطريقتين. الطريقه اللي اعتبرها انت دايركت هي ادويه حامضه. فدايركت تهاجم غشاء الغشاء المخاطي المعده وال12 فقد تؤدي الى قرحه، هذه اول حاجه. الشيء الثاني ممكن تشتغل اندايركت، كيف اندايركت؟ تثبط انزيم الكوكس فتمنع تصنيع البروستاجلاندينات، والبروستاجلاندينات اصلا هي تقوي الغشاء المخاطي للمعده وتزيد في افراز المخاط. طيب انت الان تصنيع البروستاجلاندينات يضعف الغشاء المخاطي وبالتالي قد يحصل قرحه. لذلك هذا اللي بيخليك تعرف تجاوب على الشخص اللي يقول لك اوكي ما دام هذه الادويه تعمل قرحه بلاش نعطيها اورال نعطيها حقن عضلي. تقول له حتى الحقن العضليه حتشتغل بتثبيط البروستاجلاندينات وفي النهايه حتعمل ايضا قرحه. اذا هذه الادويه مش شرط تؤخذ اورال عشان تعمل قرحه، حتى لو اخذت عضل ولا وريد هتثبط تصنيع البروستاجلاندينات وهذا ايضا يعمل قرحه بالطريقه الاندايركت. لو اورال هتشتغل دايركت اندايركت، ولو اعطيتها بطريقه نان اورال على الاقل هتشتغل بطريقه اندايركت عن طريق تثبيط تصنيع البروستاجلاندينات اللي هي طبعا E1 E2 I2. هذه البروستاجلاندينات اللي بنسميها الطيبه او الفيزيولوجيه التي تساعد في حمايه المعده. طيب الشيء الثاني البروستاجلاندينات زي ما قلت قبل قليل، البروستاجلاندينات هذه مهمه، وخاصة في مجموعة البروستاجلاندينات بنعتبرهم كذا طيبين. يعني زي ما قلنا لك E1 والE2 وكذلك الI2. البروستاجلاندينات يعني قصتها طويلة سنأتي لها إن شاء الله لاحقا، لكن بعض البروستاجلاندينات طيب، وللعلم بعض البروستاجلاندينات شرير. يعني هيعمل لك الثلاثي الشهير، هيعمل لك البين، هيعمل لك الفيفر، وهيعمل لك الإنفلاميشن اللي هو الالتهاب. إذا كذا باختصار في بروستاجلاندينات شريرة بنسميها انفلاماتوري بروستاجلاندينز، بتعمل لك الحقيقة الثلاثي المزعج والثلاثي المرعب، ألم وحمى والتهاب. وفي عندك بروستاجلاندينات طيبة أسميها فيزيولوجيكال بروستاجلاندينز، هذه بروستاجلاندينات الطيبة بتعمل أشياء كثيرة مهمة ومفيدة للإنسان. أحد الأشياء المهمة بالنسبة لك إيش بتعمل لنا؟ عشان يعني نحاول نربط الموضوع بالقرحة. البروستاجلاندينات مفيدة بطريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى هتلاقيها هي بتعمل أصلاً فازو دايلاتيشن، بتوسع الأوعية الدموية، مشهورة البروستاجلاندينات بتوسع الأوعية الدموية، بتعمل فازو دايلاتيشن. ولما توسع الأوعية الدموية في جدار المعدة إيش حيحصل للبلد فلو؟ يزيد ولا يقل؟ يزيد البلد فلو، يزيد تدفق الدم، أنت وسعت الوعاء الدموي والقلب شغال فيضخ الدم بقوة إلى جدار المعدة. زيادة البلد فلو إيش الفائدة منها؟ الحقيقة ثلاث فوائد. من ناحية بتزيد تغذية الغشاء المخاطي للمعدة، ولما يزيد تغذية الغشاء المخاطي للمعدة يزيد سماكة الغشاء المخاطي للمعدة، فيزيد الثيكنس اوف ميوكاس ميمبرين، هذا سيدعم وسيغذي الغشاء المخاطي فيكون اكثر سماكة. ايضا هتخلي الغشاء المخاطي مش بس اكثر سماكة وانما يفرز كميات اكبر من المخاط من الميوكاس. طيب ايش كمان؟ هتلاقيها ايضا اذا حصل قرحة يساعد في التئام تلك القرحة. انت في الاخير بتغذي منطقة بالدم، تغذية دموية تعني الغشاء المخاطي يصبح اسمك واقوى ويفرز كميات اكبر من المخاط، وبنفس الوقت يحصل تيشو هيلينج. يعني ايش؟ يعني شفاء للمنطقة المصابة اذا فيها قرحة. فبالتالي البروستاجلاندين طيبة جدا في هذا الموضوع. طيب هذه اول حاجة. الشيء الثاني الحقيقة البروستاجلاندينات لها آلية أخرى،
مباشره تروح للخلايا اللي تفرز الاتش سي ال، سميناها المحاضره الماضيه البارايتال سيلز، الخلايا الجداريه هي اللي تفرز الحمض، عليها مستقبلات للبروستاجلاندينات، فترتبط هذه مع مستقبلاتها على سطح البارايتال سيلز وتعمل تثبيط لافراز الاتش سي ال. اذا لو واحد خلك بكلمتين بسيطتين، ما الذي تفعله البروستاجلاندينات؟ حتقول له تضعف قوى الهجوم على المعده، تضعف الاتش سي ال، وتزيد قوى الدفاع عن المعده اللي هو الميوكوس ممبرين، فكانها بطريقه بتشتغل البروستاجلاندينات، مفيده لانها بتقلل افراز الحمض، ومفيده كمان لانها ايضا تقوي وتدعم الغشاء المخاطي للمعده. طيب ففي الاخير احنا ايضا بننظر لها كثيرا من ناحيه انها بتقوي الغشاء المخاطي وتقوي الدفاع، فان ضعفت البروستاجلاندينات وقلت، طبعا لازم نعمل كذا سهم للاسفل، فاذا ضعفت البروستاجلاندينات للاسف او قلت، هذا لم يعمل لك قرحه. انت قد تسال السؤال التالي، وما الذي سيضعف البروستاجلاندينات؟ الذي سيضعف البروستاجلاندينات انك تحاول تضبطها عشان توقف الالم والحمى والالتهاب، وهذا ما تفعله النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز ومركبات الكورتيزون. مركبات الكورتيزون كلها اذا بتعمل قرحه، الديكساميثازون، البيتاميثازون، الترايامسينولون، البيتاميثازون، كل هذه الادويه والاسبرين. ليش؟ لانك انت بتحاول تستهدف البروستاجلاندينات الطيبه فتضبط الالم والحمى والالتهاب، وانا معك شيء ممتاز، ولكنك بتنسى انك في هذه الحاله بتضبط كمان البروستاجلاندينات الطيبه لانك بتضبط الكوكس، انزيم الكوكس. فاذا ضبطت هنا ايضا ستمنع هذا الكلام، وهذا يؤدي الى حدوث القرحه. اذا ممكن تعمل انه تضبيط البروستاجلاندينات قد يتم، ممكن تعتبرها في ثلاث طرق اساسيه. ممكن انه ناس كثير يمشي على ادويه النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، وممكن تلاقي ناس كثير ماشيين على ادويه الكورتيكوستيرويد، وهذه آلية عملها الرئيسية تثبيط تصنيع البروستاجلاندينات. حتى أنا كلمت في المحاضرة الماضية الفرق أنه النون ستيرويد بيثبط إنزيم الكوكس، أما الكورتيكوستيرويد بيشتغل فوق بيثبط إنزيم اسمه الفوسفولايبيز A2. طيب الشيء الثالث الحقيقة، ممكن معلومة أخرى، حتلقى أيضا التوتر، مجرد التوتر والعيش في حياة مليئة بالتوتر والمشاكل قد يؤدي إلى تثبيط البروستاجلاندينات. لماذا؟ لأن كل ما عشت في حياة مليئة بالتوتر والستريس، ما الذي يفرز في جسمك؟ الكورتيزول. الكورتيزول هو هرمون الكرونيك ستريس، اهم هرمون في ايام الاختبارات، في ايام الضغوط يفرز في جسمك والكورتيزول. والكورتيزول هالماده الطبيعيه طبعا ممكن انها تعمل نفس الكلام وتثبط البروستاجلاندينات، وبالتالي يحصل لك ايضا قرحه، وكثير من الناس اللي يعيش في مشاكل كثيره قد يحصل له قرحه. حتى العمليات، اذا واحد دخل في عمليه جراحيه ودخل في يعني او اصيب بحادث كبير او كذا، قد يحصل له ايضا قرحه. تلاقي كمان بعض الاطباء يكتب ادويه القرحه بعد العمليات الشديده وكذا، لانه احتمال كبير انه افرز الكورتيزول في جسم المريض، والكورتيزول هذا سيقلل تصنيع البروستاجلاندينات، وهذا قد يؤدي الى القرحه. طيب هذا ايضا الشيء الاخر. طيب في اسباب اخرى كثيره، يعني نمر عليها على السريع. طيب مثلا زي ما قلنا الستريس، يعني ممكن نعمل الستريس هنا ايضا، باعتبار الستريس التوتر النفسي يؤدي الى افراز الكورتيزول، والكورتيزول ينقص تصنيع البروستاجلاندينات كما قلنا. طيب التدخين سبب مهم جدا، يعني هذا السبب ايضا حقيقه مهمه جدا، يعني بعيدا عن البكتيريا اللي قلنا عليها الهيليكوباكتر بايلوري، وبعيدا عن استخدام الانسيدز او هذه الادويه اللي لازم كانت تعمل لها نجمات باعتبارها كمان من الاسباب الشائعه لحدوث القرحه، لانه الناس كثير يمشي على هذه الادويه. طيب ايضا السيجاره يعني سبب مهم جدا، او استخدام النيكوتين. لماذا؟ طبعا انت فاهم الفكره، النيكوتين حيؤثر عليك بطريقتين. انت عارف انه في اعصاب سمبثاوية واعصاب باراسمبثاوية، وكلها رايحه لوين؟ الى جدار المعده. طيب في اعصاب سمبثاوي يعني رايح لجدار المعده، وخاصه رايح للاوعيه الدمويه، انا اقول هذا سمبثاوي، رايح للاوعيه الدمويه المغذيه لجدار المعده. هذا سمبثاوي. وخلينا نقول في عصب باراسمبثاوي يبدا طبعا من الحبل الشوكي من السباينال كورد ويتجه الى جدار المعده. طيب انت تتذكر معايا انا ايش قلت لك سابقا؟ هذه المنطقه بنسميها العقد الجانجليا، صح؟ وقلت لك في العقد ما هو المستقبل اللي هنا؟ ايش سميناه زمان؟ نيكوتينيك نيورونال، هنا في مستقبل بنسميها ايش؟ بنسميه نيكوتينيك نيورونال. طيب اصلا هو سمي نيكوتينيك لانه النيكوتين بينشطه. طيب ايش اللي حيحصل؟ انت مدخن، النيكوتين سيرتبط وينشط المستقبلات هنا وهنا. طيب ما دام حينشط المستقبلات النيكوتينيه هنا وهنا،
سيؤدي ذلك إلى تنشيط العصب السمبثاوي والبارا. طيب هتقول لي وما هي النتيجة؟ والله إذا نشط السمبثاوي إيش هيعمل في الأوعية الدموية؟ هيضيقها ولا يوسعها؟ يضيقها. فإذا ضاقت الأوعية الدموية سيقل وصول الدم إلى وين؟ إلى جدار المعدة. إذا قل وصول الدم إلى جدار المعدة هل سيقوى الغشاء المخاطي أم يضعف الغشاء المخاطي؟ يضعف الغشاء المخاطي ويقل إنتاج المخاط، وهذا مشكلة رقم واحد. طيب إذا زي ما قلنا النيكوتين مضر بطريقتين، الناحية الأولى هو حينشط العقدة السمبثاوية والبارا السمبثاوية. طيب لما ينشط السمبثاوية حيؤدي إلى إخراج النور أدرينالين، النور أدرينالين حيرتبط مع مستقبلات ألفا 1 في الأوعية الدموية المغذية لجدار المعدة، وهذا يعمل فازو كونستريكشن فيقل البلود فلو، فيقل تكوين الغشاء المخاطي وإنتاج المخاط، وهذا يضعف جدار المعدة. طيب تنشيط البارا السمبثاوي أيضا ضار بس بطريقة أخرى. البارا السمبثاوي معروف أنه مسؤول عن الإفرازات، مسؤول عن الهضم، اسمه حتى احنا سميناه زمان ريست اند دايجست، مسؤول عن الراحه وعن عمليه الهضم. فلما تشغله حيؤدي الى تنشيط افراز الاتش سي ال اللي بيساعد في الهضم، وهذا الاتش سي ال يستطيع الان انه يهاجم الغشاء المخاطي ويعمل لك قرحه. تمام؟ فالنيكوتين يعمل لك مشكله بطريقتين، بتنشيط السمبثاوي يضيق الاوعيه فيقل مرور الدم، لانه السمبثاوي مسؤول عن الاوعيه الدمويه، هذه منطقته، لما يشتغل يضيق الاوعيه الدمويه، تخصصه اوعيه دمويه. البارا السمبثاوي تخصصه هضم وافرازات، فلما تنشطه يزيد افرازات الاتش سي ال، وهذا قد يعمل لك ايضا قرحه. طيب هذا ايضا احد الاسباب الشائعه لحدوث القرحه، الادمان على السيجاره والنيكوتين. طيب ايش كمان؟ ممكن عوامل كثيره طبعا، ممكن ايضا حتى الوجبات الكبيره، في ناس بياكل وجبات يعني لارج ميلز، بياكل وجبات كبيره وخاصه لو كانت مليانه يعني دهون او وجبات دسمه فاتي ميلز. وانت عارف ايش الفكره؟ يعني مثلا الوجبات الكبيره تحتاج الى هضم افضل، صح ولا لا؟ وبالتالي ايش يعمل الجهاز الهضمي؟ سيزيد من افراز البيبسين وسيزيد من افراز الاتش سي ال للمساعده في هضم هذه الوجبات الكبيره. بس كمان الاتش سي ال في هذه الحاله ايش كمان ممكن يساعد في تكسير وهضم؟ ممكن يساعد في تكسير وهضم الغشاء المخاطي للمعده والاثني عشر فيعمل لك قرحه. فخلي في بالك ايضا هذا الكلام. ايضا انت عارف انه كمان الوجبات الدسمه مليانه زيوت، والزيوت هذه تحتوي على فاتي اسيد، وانت عارف ايش يعني اسيد؟ اسيد يعني حمض، ممكن مع الاتش سي ال يهاجم الغشاء المخاطي المعده ويعمل له كمان قرحه. تمام، في اسباب ايضا اخرى طبعا بالتاكيد، لكن يعني هذه تقريبا اهم الاسباب الرئيسيه. طبعا الكافيين بشكل عام، الكافيين ماده ايرتنت، ماده محرشه ومهيجه، ممكن تؤدي الى انتاج كميات اكبر من الاتش سي ال، اذا الكافيين ماده ايرتنت، ما دام تعمل نوع من الاريتيشن كمان بتزود افراز الاتش سي ال، والاتش سي ال هذا ممكن يساعد في حدوث القرحه. لذلك المشروبات الغازيه والقهوه والشاي والاشياء المركزه هذه ايضا بتؤدي الى احداث القرحه. طيب او قد تؤدي الى احداث القرحه، بس لو قلت لي يعني اهم سببين من هذول كلهم السببين الشائعين، هتلاقي البكتيريا هذه لها دور كبير، حتى لو انت مبتعد عن كل هذه الاشياء السيئه، مجرد وجود البكتيريا عندك قد يؤدي الى الهجوم على الغشاء المخاطي. والسبب الثاني أنها الستيرويد لأنها شائعة الاستخدام، والناس بيحبوا المسكنات ويستخدموها لفترات طويلة، فهذه قد تكون مشكلة. ربما كمشكلة ثالثة النيكوتين أيضا التدخين يعتبر أيضا سبب رقم ثلاثة. طيب خلصنا كذا أسباب القرحة، أخذنا فكرة عن اللي بيحصل، ندخل على طول في الإيش؟ ندخل في أدوية القرحة. طيب الفكرة بالشكل التالي، الفكرة الآن أنت الآن تشتي تعمل إيش؟ تشتي تحاول تعالج المريض، فعندك كأنه مجموعة من الاستراتيجيات. كيف أستطيع أن أعالج؟ أول آلية الإسيل هذا في الأخير هو العدو، أنا أقول لك ليش؟ حتى لو كان البكتيريا هي المشكلة، في الأخير البكتيريا بتعمل لك تحرشات. بس الإتش سي ال هو الذي يهاجم هذه المنطقة المتقرحة وممكن يزيد الألم، هو سبب الوجع في الأخير حتى لو حصل قرحة، من يشعل الألم ومن يزيد الألم؟ الإتش سي ال الأسيد هذا، وبالتالي لازم نحاول نوقف من الإتش سي ال. طيب فأنت ممكن توقف الإتش سي ال بطريقتين، يا تعمل إتش سي ال ممكن نسميه نيوتراليزيشن. إيش يعني نيوتراليزيشن؟ تعديل أو معادلة. طيب هذا الحل الاول، حتقول لي كيف نستطيع اعدل حمض الهيدروكلوريك؟ في الكيمياء قديما كانوا يقولون ايش؟ المواد القاعديه مع الاقماط تعطيك ملح وماء، نفس الفكره، بعطيك باختصار بيسز بس تكون ضعيفه طبعا، مش اعطيك قواعد قويه كاويه، بعطيك يعني قاعده بسيطه، قاعده ضعيفه، عشان تتفاعل مع الاتش سي ال وتحوله الى ملح وماء. اذا هذه هي الفكره الاولى. طيب ايش الحل الثاني؟ الحل الثاني ممكن نعمل تقليل لإفراز الـ HCl.
نمنع افراز ال HCL المشارك في المعركه. طيب كيف اسوي هذا الكلام؟ سناخذ بعض الادويه بعد قليل نكلمك عليهم بعد شويه. بس ماذا ساسمي هذه الادويه؟ ساسمي هذه الادويه جاستريك انتي سكريتري دراجز. كيف حنترجمها؟ مضادات الافراز المعدي. جاستريك انتي سكريتري دراجز، مضادات الافراز المعدي. طبعا هذا ايش بسميها المواد؟ بسميها انت اسيدز، مضادات الحموضه، او يسموها انت اسيدز، مضادات الحموضه انت اسيدز، او اعطيك مضادات الافراز المعدي جاستريك انتي سكريتري دراجز. طيب ايش الحل الثالث؟ الحل الثالث ان ادعم الغشاء المخاطي اللي هو الميوكاس ممبرين، اقوي الغشاء المخاطي للمعده او اقوي الدفاع عن المعده. طيب في هذه الحاله كيف استطيع ان افعل ذلك؟ بادويه ايش حنسميها؟ حنسميها مثلا ميوكوزال سايتوبروتكتيف دراجز او ايجنتس، الادويه التي تحمي خلايا الغشاء المخاطي. احاول ادعم الغشاء المخاطي واحمي الغشاء المخاطي فاسمي الادويه ميوكوزال سايتوبروتكتيف ايجنتس. طيب الحل الرابع ايش حنعمل؟ نعمله هنا في النهايه. الحل الرابع ما دام اكثر عدو يهمك ويهاجم ومسؤول عن القرحه هو بكتيريا الاتش بايلوري، بعطيك مضادات حيويه انتي بايوتكس. والانتي بايوتكس هذه حنسميها انتي بايوتكس، مضادات حيويه. طيب عرفنا الافكار العامه، يا نعدل الحمض، يا نقلل افراز الحمض، يا نقوي الغشاء المخاطي، يا اما نهاجم المضادات الحيويه للقضاء على بكتيريا الاتش بايلوري. طيب نبدا ناخذ على مجموعه. طيب نبدا بالمجموعه الاولى. انتي بايوتكس. طيب نشوف المجموعه الاولى. طيب عشان اعمل تعديل لحمض الهيدروكلوريك واعطيك قواعد، اولا ما هي ميزه هذه الادويه؟ وما هي مشاكل هذه الادويه؟ اهم ميزه في هذه الادويه انها سريعه، هذه ميزه مهمه جدا فاست. ممكن تعتبرها immediate، يعني تزيل الالم وتزيل الوجع سريعا، تاخذ الدواء من هنا يعدل لك حمض الهيدروكلوريك، تشعر كانه برد لك المنطقه بشكل كامل وزال الالم، فهي ادويه فاست وخاصه في الالم. طيب هذه كميزه. الميزه الثانيه غالبا وليس دائما او بشكل اساسي predominantly بتشتغل هذه الادويه لوكال، اكثر شغلها لوكال يعني في المعده والامعاء. وبالتالي ممكن تعتبر انها خفيفه الاثار الجانبيه السيستميك، يعني شويه السيستميك حقها سايد افكتس قليله، فمينلي لوكال يعني اكثر شغلها لوكال، لكن يعني بشكل اساسي مينلي. وبالتالي هذا ميزتين، حتقلل لك هذا الكلام من السيستميك سايد افكت، لن يصل الدواء الى السيستميك سيركوليشن، ولن يصل للدوره الدمويه الجهازيه، ولن يؤدي الى اثار جانبيه كثيره في السيستميك يعني في الدوره الدمويه الجهازيه. الشيء الثاني ممكن تعتبرها من افضل خيارات الحامل، لان الحامل تشتري دواء يعني يشتغل لوكال ولا يؤثر على الجنين، فربما بتكون ايضا جود فور بريجننت وومن، يعني مناسب في الحوامل، وخاصه انت عارف ايضا حمل ممكن يعمل حموضه، لماذا؟ لان الحامل عندها طفل، والطفل هذا يضغط على المعده، ولما يضغط على المعده محتويات المعده من HCL تصعد للاعلى فتذهب الى 12، فتعمل لها مثلا ما يسمى بالجيرد اللي هو الجاسترو ايسوفاجيال ريفلكس ديزيز، اللي هو الارتجاع المعدي المريئي، ويعملها شويه يعني هارت بيرن، حرقه فؤاد او حرقه في المريء. طيب فممكن تعطيها هذه الادويه مناسبه جدا. طيب كمشكله بالمقابل ايش مشكلتها؟ الحقيقه قصيره شورت، يعني كانها تحسن الاعراض فورا لكن لفتره قصيره فقط، وترجع الاعراض مره ثانيه، هذه مشكله. طيب ايش المشكله الثانيه؟ المشكلة الثانية انه هذه الادوية الحقيقة بتعمل فقط سيمتوماتيك امبروفمنت، تحسن فقط في الاعراض، اذا اونلي سيمتوماتيك امبروفمنت، تعمل تحسن يعني بسيط في الاعراض، ولا توقف المرض ولا تعالج القرحة بشكل فعال، فكأنه الحقيقة تستخدمها فقط في الهارت بيرن اذا في حاجة بسيطة في المريء، اما اذا قرحة محترمة في المعدة ولا ال 12 هتلاقي فعاليتها الحقيقة ضعيفة. طيب فكأنها بتعمل فقط شويه تحسن في الاعراض بشكل بسيط. طيب انت تعتبر هذه اهم المشاكل بالنسبه لهذه الادويه، بالاضافه لوجود بعض الاثار الجانبيه البسيطه اللي ممكن اذكرها لك بعد قليل لكل دواء من الادويه الفرديه اللي بكلمك عليه. طيب نشوف من هي هذه الادويه، اذا هي ادويه الحقيقه سريعه والى حد كبير لوكال، وبالمشاكل انها قصيره وكمان بتعمل ايش؟ تحسن فقط في الاعراض دون ان تعالج القرحه بشكل فعال. طيب هتلاقي هذه الأدوية تضم ايش؟ أملاح المعادن، يعني مثلا
عندك بيكربونات الصوديوم، هتلقى مثلا هيدروكسيد المغنيسيوم، هتلقى مثلا الومنا هيدروكسايد، او هتلقى املاح الكالسيوم، يعني مثلا كربونات الكالسيوم. باختصار جميع الانتي اسيد هي عباره عن املاح تحتوي على اما صوديوم او مغنيسيوم او الومنيوم او كالسيوم. طيب يعني ملاحظات صغيره على هذه الادويه، هم متشابهين بس كملاحظات عامه يعني واضح. اذا شفت ثاني اكسيد الكربون معناته احتمال كمان هذه الاملاح تحرر ثاني اكسيد الكربون. طيب تحرير ثاني اكسيد الكربون في المعده او في الاثني عشر ايش حيعمل لك؟ حيعمل لك غازات، لانه هذا غاز اسمه الكربون دايوكسيد. فلما يعمل لك غازات ممكن يعمل لك بلوتنج، انتفاخ، يعني من الاثار الجانبيه الاضافيه. وجود ثاني اكسيد الكربون قد يؤدي الى بلوتنج، انتفاخ البطن، وقد يؤدي ايضا الى يعني غازات بنسميها فلاتولنس. طيب خلي الكلام هذا في بالك. طيب الشيء الثاني مثلا الصوديوم. الصوديوم المفروض انه يعني هذا الدواء يشتغل لوكال، لكن الصوديوم ممكن يمتص بكميه طفيفه. ولو واحد زود استخدام هذه الادويه، لانه البعض طبعا بيحب هذه الادويه انها تبرد عليه وتخفف الحموضه اللي عنده، وخاصه في رمضان ولما ياكل وجبات ثقيله يشتهي حاجه تبرد، هذا الشيء تبرد سريعا، لكن للاسف هذا الصوديوم قد يمتص، واذا امتص ممكن كمان يعمل احتباس للماء، وهذا قد يرفع ضغط الدم. لذلك يعني يمكن يكون انه من الشيء الصحيح انه اذا واحد عنده الضغط او حامل في الاشهر الاخيره وعنده ارتفاع في الضغط، مثلا بعض الحوامل بيحصل لهم ارتفاع في الضغط، او بنسميها الحاله بري اكلاموسيا ما قبل التسمم الحملي، يعني بلاش نعطيها صوديوم. طيب الشيء الثاني المعروف ايضا ما بين المغنيسيوم والالومنيوم، او عن المغنيسيوم والالومنيوم، انه المغنيسيوم بيعمل اسهال داري، يعني مشهور معروف المغنيسيوم بيعمل اسهال داريه، وبالمقابل معروف الالومنيوم انه ايش يعمل؟ كونستبيشن، امساك. طيب هذا الكلام بيعطيك معلومه مهمه، انه الافضل اعطي كل واحد لوحده ولا اعطيهما معا؟ نعم اعطيهم مع بعض. ليش اعطيهم مع بعض؟ عشان الاسهال الحاصل عن المغنيسيوم يعالجه الامساك الناتج عن الالومنيوم. ولذلك في دواء مشهور في السوق اسمه المالوكس. طيب ما معنى كلمه مالوكس؟ الماء اتت من كلمه ماغنيسيوم، والآل أتت من كلمة ألومنيوم، والأكس يعني هيدروكسيد. إذا هذا الدواء الشهير اللي هو المالوكس عبارة عن مزيج كومبينيشن من هيدروكسيد المغنيسيوم وهيدروكسيد الألومنيوم، فيسمى مالوكس. طيب هذا كلام كمان خليه في بالك. طيب طبعا للعلم الكالسيوم أيضا هذا ممكن يعمل لك مشكلة إذا زاد عن حده وتراكم في الدم، والإنسان أكثر من استخدامه كمضاد حموضة ممكن يتراكم في الكلى ويعمل لك حصى في الكلى. رينال ستونز. طيب طبعا في اشياء اخرى وفي اثار جانبيه اخرى، بس يعني خلينا نقول هذه الاشياء الظاهره والاشياء الواضحه. احيانا الكالسيوم بيعمل حاجه اسمها الميلك الكالي سندروم، يعني لكن ناخذ هذه الامور اللي هي الاساسيه فقط في موضوع الاثار الجانبيه الفرديه لهذه الادويه اللي هي الانتي اسيد. طيب كذا نكون اخذنا الفكره العامه وعرفنا انه هذه الادويه تمتاز بالسرعه ولكنها قصيره، فكانه الحقيقه اكثر استخدامها في علاج البيبتيك ألسر ولا في علاج الجرد اللي هو الريفلكس، هذا في علاج الريفلكس واضعف في علاج البيبتيك ألسر. طيب نشوف الحل الثاني. الحل الثاني قلت لك ايش نعمل؟ سنحاول ان احنا ننقص افراز الـ HCL. طيب ايش الفكره هنا عشان اعرف كيف اتدخل؟ الفكره بالشكل التالي، في عندك حاجه في المعده، لو رسمنا المعده هتلاقيها عامله كذا، هذه المعده، وهتلقى في هنا مجموعه من الثقوب الصغيره، يعني في هنا حاجه اسمها الغدد المعديه حاجه زي كذا، ومنها يتم افراز الـ HCL. إذا في الغشاء المخاطي للمعدة وفي جدار المعدة في مجموعة غدد، يعني زي ما نقول بعض الحفر الموجودة في جدار المعدة، طبعا حفر صغيرة جدا بنسميها الغدد المعدية اللي هي الجاستريك جلاندز. طيب لو كبرت لك واحدة من هذه الغدد عشان بس نشوف ايش اللي حاصل داخلها، نكبرها بالشكل التالي. لو كبرنا واحدة من هذولا هتلقاها عاملة بالشكل التالي. وفيها مجموعة من الخلايا المبطنة لها بهذا الشكل. طيب
اللي يهمك الان انه في خلايا فلنقل انها باللون الازرق مثلا بيسموها الخلايا الجداريه، هذه بنسميها البارايتال سيلز. طيب الخلايا الجداريه هي هذه التي تستطيع بمضخه ان تفرز الاتش موجه وبمضخه ثانيه تستطيع ان تفرز السي ال سالب، يتحدان معا فيعطوك الاتش سي ال. طيب وللعلم الحقيقة كمان هذه الحموضة وهذا الكلام الاتش الاتش موجب الاتش سي ال يساعد كمان في تحويل البيبسينوجين الى بيبسين اكتيفيشن. بيبسينوجين هذا ياتي من خلايا بيسموها التشيف سيلز. التشيف سيلز عملها هذه اللي هي التشيف سيلز، مش عارف عملها هذه مثلا الخلايا الاساسية التشيف سيلز هذه بتفرز البيبسينوجين، والبيبسينوجين فقط اذا في وسط حمضي سيتحول الى ايش؟ الى انزيم البيبسين، الانزيم الفعال. طيب اذا كانه القصه باختصار في الان نوعين من الخلايا امامك، في بارايتال سيلز وفي تشيف سيلز. البارايتال سيلز هذه التي تفرز الاتش موجب والسي ال سالب عن طريق مضختين منفصلتين ومن ثم يتحدان يعطيك اتش سي ال، هذا يساعد في الهضم. طيب حتقول لي طيب والبيبسينوجين، والبيبسين يفرز من خلايا اخرى بنسميها التشيف سيلز، الخلايا الاساسيه يعطيك البيبسينوجين يتحول الى بيبسين في وسط حمضي، اذا ما في وسط حمضي لن يتحول الى الشكل الفعال اللي هو البيبسين. للعلم يعني ملحوظه لك المستقبل، اي انزيم غير فعال يتحول الى الشكل الفعال بيسموه زايموجين. اذا الواحد قال لك من هو الزايموجين؟ من هو يعني مولد الانزيم؟ لانه جينا دائما اقول لك معناها مولد، من هو مولد الانزيم؟ البيبسينوجين هو المولد، ومن هو الاكتيف فورم؟ البيبسين هو الشكل الفعال. طيب نكمل الكلام. طيب انت بتقول لي طيب هل الخلايا الجداريه تفرز الاتش سي ال كذا من نفسها ولا في حد بيحرضها؟ هناك من يحرض الخلايا الجداريه. اللي يهمك الان الحقيقه كثيرا عاملين، هم طبعا في ثلاثه وهم اكثر، بس في عاملين يحفزوا هذه الخلايا الجداريه على افراز الاتش سي ال. اهم من ينشط الخلايا الجداريه الهستامين، وانا قلت لك هذا سابقا. الهستامين عن طريق مستقبلات سميتها لك، مستقبل اسمها H2. اذا لو تم ارتباط الهستامين مع ال H2 تنشط الخليه على افراز ال HCL وهذا يساعد في الهضم، هذا قلنا سابقا في محاضره الانتي هستامين. وكمان مش قلت لك الباراسمبثاوي مسؤول عن عمليه الهضم، فالباراسمبثاوي عباره عن عصب قادم من الحبل الشوكي مسافه طويله يعني عصب طويل ويصل ويعصب جدار المعده ويفرز اسطال كوري. والاسطال كوري ايش مستقبلاته؟ مستقبلاته سميناها مثلا ام 1 او ام 3، ممكن نقول هنا المستقبل الاساسي ام 1. فالاسطال كوري سيرتبط مع ام 1 وهذا ايضا منشط، حتنشط المعده على افراز وحتنشط هذه الخلايا على افراز ال اتش سي ال. اذا هذا القصه باختصار. هناك لاعب اخر اسمه الجاسترين ايضا يفرز من الجي سيلز، لكن يعني كمعالجه ما فيش معنا ادويه رئيسيه تشتغل على الجاسترين، لكن ممكن تضيف كمان انه الجاسترين كمان منشط وبيرتبط على مستقبلاته الجاسترين ريسبتورز ويعمل مشكله ويعمل لك زياده في افراز الحمض الذي قد يؤدي الى مشاكل ويؤدي الى قرحه. طيب الان نشوف الان. طيب انت بتقول لي لحد الان مركبات هذه شريره، اول مركب شرير الهستامين يبدو انه بيزود افراز الحمض، ثاني مركب شرير يبدو من؟ الاسطايل كولين. طيب وثالث مركب شرير ايضا يسمى الجاسترين لانه كلهم بيحفزوا هذه الخلايا على افراز الاتش سي ال اللي ممكن يعمل قرحه. طيب حتقول لي يعني ما فيش حد طيب، ما فيش حد يعني كذا طيب هنا، الطيب هنا البروستاجلاندينات، مش في بروستاجلاندينات طيبه؟ فتلاقي مثلا في بروستاجلاندينات نعملها باللون الاسود اللي هي اي 1 واي 2 واي 2، هذه البروستاجلاندينات سترتبط مع مستقبلات اخرى اللي هي البروستاجلاند ريسبتورز وستؤدي الى تثبيط هذه الخلايا، يعني تكون مرتبطه بالجي اي بروتين وتثبط هذه الخلايا عن افراز الاتش سي ال. اذا خلاصه القصه ثلاثه شريرين هيستامين استايل كولين جاسترين، مثل جاسترين اقل اهميه. الذي يقف امام هذول الثلاثه البروستاجلاندينات الطيبه والتي سترتبط مع المستقبلات وتعمل تثبيط وتقليل افراز الاتش سي ال. اصبح الكلام الان واضح، عندك من هذا الكلام اربع استراتيجيات رئيسيه ممكن استخدمها لعلاج القرحه. ايش الاربع الاستراتيجيات من هذا الكلام؟ اولا ايش يعمل المستقبلات H2؟ اقفل مستقبلات H2، هذه اول اليه.
فماذا أسمي الأدوية؟ H2 بلوكرز، زي من؟ زي الرانيتيدين والصايميتيدين والفاموتيدين والنايزاتيدين. طيب هتقول لي الآلية الثانية، الآلية الثانية أغلق هنا، أغلق مستقبلات M1 في جدار المعدة، ومن يستطيع أن يقوم بذلك؟ الأنتي مسكرنيك دراجز، الأتروبين على رأسهم، بس الأتروبين لا نحبه، قلت لك أنه له أثر جانبية كثيرة، وهو ليس متخصص على M1. فممكن اعطيك دواء زي البرينزيبين ساكتبه لاحقا، يعتبر سيلكتيف ام 1 بلوكر، يشتغل بس على ام 1 ومع ذلك ضعيف. طيب ايش الحل الثالث زي ما انت شايف؟ الحل الثالث ان انا ايش اعمل في البروستاجلاندينات؟ احاول انشطها، اجيب لك بروستاجلاندين اي 1 انالوج، نظير صناعي للبروستاجلاندين اي 1 اسمه ميزوبروستول، ساكتبه بعد قليل، هذا الخط رقم 3. الحل الرابع اسيب المضخه ولا اغلق هذه المضخه؟ اغلق مضخه البروتون، فاسمي هذه الادويه بروتون بامب انهيبيترز، اجيب دواء يرتبط مع هذه المضخه يكتفها ويمنعها من العمل، وبالتالي سيتوقف افراز الاتش موجب ويتوقف افراز الاتش سي ال. طيب انت تعتبر هذه هي الاليات الرئيسيه في ايقاف الافراز، اذا ما هي الاربع الاليات كما قلنا؟ يا اما تغلق مستقبلات اتش 2، يا اما تقفل مستقبلات ام 1 امام الاصداء الكولين، يا اما تجيب لي بروتون بامب انهيبيترز، يا اما انك تنشط لي البروستاجلاندين اي 1 باعطاء نظير صناعي له اسمه المايزوبروستول. طيب نشوف هذه الادويه بس كنا نتكلم عليها سريعا، من هي هذه الادويه؟ وربما بس اهم الاثار الجانبيه لهذه الادويه. طبعا ملاحظه صغيره ربما تفيدك وحلو انك تعرفها. في متلازمه شهيره اسمها زولينجر اليسون سيندروم. متلازمه شهيره اسمها زولينجر إليسون سيندروم، طبعا سميت بهذا الاسم لانه اللي اكتشف المرض اسمه العالم زولينجر والعالم إليسون، فسميناها زولينجر إليسون سيندروم. باختصار هذه المتلازمه هي سرطان وورم في الخلايا المفرزه للجاسترين، يعني بيحصل الانسان ورم في الجي سيلز، الجي سيلز هي الخلايا التي تقوم بافراز الجاسترين، وبالتالي لو حصل لك فيها ورم في هذه الخلايا ستقوم بانتاج كميه هائله من الجاسترين، والجاسترين هذا ايش بيعمل لك؟ بيعمل لك قرحه، هيزود افراز الحمض وقد يؤدي الى حدوث القرحه، لان بعض الناس عنده قرحه لماذا؟ لانه عنده ورم او عنده سرطان، الورم هذا بيكون احيانا في الخلايا الجي سيلز وهي الخلايا المفرزه للجاسترين، فيزيد الجاسترين ويرتفع وهذا يؤدي في النهايه الى حدوث قرحه عند المريض، يسموها زولينجر اليسون سيندروم. فتجد دائما ادويه القرحه يقول لك من حقها الانديكيشنز علاج الزولينجر اليسون سيندروم. طيب ننتقل الى الادويه هذه سريعا، ايش ال H2 بلوكرز؟ نبدا بال H2 او نبدا بال M1 بلوكرز، اذا هذه الادويه حنبدا بال M1 بلوكرز. قلت لك لن نستخدم الاقوى دواء انتي مسكرني في الاتروبين لانه عنده مشاكل، بيغلق بس مش M1 بس، هيغلق M2 و3 و4 و5 يعمل لك سايد افكتس، هذه اولا بيصل للدماغ يعمل لك كمان سي ام اس سايد افكتس، فلا نحب الاتروبين. من سنحب؟ ممكن نعطي البرينزيبين وممكن نعطي اخوه اللي اسمه التلينزيبين. طيب الموضوع بالشكل التالي لا تستخدم كثيرا، يعني كذا من الاخر هذه الادويه تذكر دائما في علم الادويه ولكنها عمليا لا تستخدم لسببين. السبب الاول انها في الاخر ضعيفه. ضعيفه لانه انت قد تقول يعني من الشريرين الثلاثه الهستامين والاستايلكولين والجاسترين من اقواهم؟ من اهمهم؟ الهستامين. فلما تسيب الهستامين القوي وتروح تغلق على الاستايل كولين وتغلق المستقبلات المسكرنيه حيكون التاثير طفيف، فبتلاقي انه بيكون التاثير ويك بيقل الاتش سي ال بنسبه بسيطه جدا. طيب هذه اول مشكله. الحقيقه في مشكله ثانيه، انت لانك شايف الادويه ضعيفه ممكن تزود الجرعه. طيب لما تزود الجرعه شويه هل حيكون الدواء سيلكتيف ولا سيفقد السيلكتيفيتي؟ سيفقد الانتقائيه، يروح يغلق ام 2 و 3 و 4 و 5 وبالتالي قد يحصل سايد افكتس. احتمال يحصل شويه سايد افكت نتيجه اقفال بقيه المستقبلات 2 و 3 و 4 و 5 لانه لا يوجد دواء 100% سيلكتيف، دواء انتقائي 100%. اذا تشتي حاجه ثالثه، انا دائما اقول لك انه قافلات المستقبلات المسكرينيه تعمل امساك واحتباس بولي، مش قلنا خمسه انتي مسكرين سايد افكت؟ جفاف في الفم وزغلله في النظر مدرياسس وامساك واحتباس بولي. طيب ما دام في امساك ايش معناها؟ سيظل الطعام لفترة أطول في المعدة ولا لفترة أقصر؟ أطول. أطول. لما يكون لفترة أطول يزيد إفراز الحمض لأنه ما زال الطعام موجود، تظل المعدة تشتغل تزود إفراز الإتش سي ال، والإتش سي ال قد يزيد القرحة سوءا. إذا كأنه من ناحية بيقلل إفراز الحمض كما يبدو، ومن ناحية ثانية مع الإمساك الحاصل
بقاء الطعام في المعدة لفترة أطول يزيد من إنتاج الـ HCL المساعدة في هضم هذا الطعام الباقي والجالس في هذا المكان. فقد يكون يعني مشكلة لأنه بيعمل constipation، وهذا الكونستيبيشن يعني قد يزيد من افراز الـ HCL يعني مع الزمن، صح انه مطبق قليلا لكن مع الزمن قد يعني نعتبر انه زاد افراز الـ HCL على مدى بقاء او طوال مده بقاء الطعام في المعده. طيب خلي الكلام هذا في بالك، فاستخدامه قليل وربما ننتقدهم في الصيدليات. طيب خلصنا كذا من الام 1 بلوكرز وعرفنا انها ادويه ضعيفه. طيب ايش معك كمان؟ معك ادويه مسميه الـ H2 بلوكرز وهي افضل بكثير. طيب هتقول لي وهذه الأدوية تشمل من؟ تشمل في جهة السايميتيدين وفي الجهة الثانية الرانيتيدين والفاموتيدين والنيزاتيدين. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة اللي في هذه الجهة أدوية ممتازة وجيدة، يعني ليس لها مشاكل كبيرة، فعالة وجيدة كذا باختصار، effective وبنفس الوقت يعني generally safe، آمنة نسبيا. طيب هتقول لي بالصايميتيدين لماذا فصلته على جهة؟ لأنه عنده شوية مشاكل. هتلاقي الصايميتيدين للأسف تقريبا يعني لم يعد يستخدم كثيرا، طبعا اسمه التجاري تاجامت، رغم أنه هو الأب الروحي للعائلة، هو البروتوتايب، هو الدواء النموذج في هذه العائلة، بس ليش ما عاد يستخدم؟ هتلاقي أنه لا يستخدم لمشكلتين كبيرتين. المشكلة المعروفة الأولى عنه انه بيعمل للاسف بيعمل انتي اندروجينيك سايد افكت، يعني ايش؟ يعني بيزود افراز البرولاكتين ويقلل افراز الاندروجينز. بكلمه واحده كثيرا ما يوصف هذا الدواء بانه انتي اندروجينيك، مضاد هرمون الذكوره. طيب ما دام مضاد افراز هرمونات الذكوره عند الذكر، ايش بيحصل للذكر؟ تثدي جاينيكوماستيا، فكثيرا ما يؤدي ذلك لحصول التثدي الجاينيكوماستيا، وخصوصا لو استخدم الدواء لفتره طويله ام قصيره؟ فتره طويله. طيب هذه واحده من المشاكل، وكمان حيزود الهرمون الحيوي البرولاكتين اللي كمان قد يلخبط الامور الجنسيه سواء في المراه ولا في الرجل. تذكر هرمون الحليب هذا يتضاد مع الاف اس اتش والال اتش، فدائما لو زاد البرولاكتين حيقل الاف اس اتش والال اتش اللي هو الفوليكل ستيمولاتيف هرمون واليوتنازين هرمون. الفكره كالتالي انه خاميه يا تقوم بافراز هرمون الحليب يا تتفرغ بافراز الاف اس اتش والال اتش، فإذا هي مشغولة بإفراز هرمون الحليب تتوقف النخامية عن إفراز الـ FSH والـ LH، وبالتالي هذا حيلخبط الأمور الجنسية في المرأة وفي الرجل، وقد يحصل تثدي عند الرجل جاينيكوماستيا. طيب جاني أو جاينيكو دائما تعني مرأة، وماست دائما تعني ثدي، وبالتالي يحصل تثدي أنثوي لكن عند الرجل. طيب حتى احنا بنسمي طبيبة النساء والولادة جاينيكولوجيست، جاينيكولوجيست. طيب شيء ثاني، هتلقى انه السايميتيدين من اشهر الادويه في الفارماكولوجي اللي تضبط انزيمات الكبد، تضبط السايتوكروم بي 450، وبالتالي ماذا سيحصل لسميه الادويه المرافقه؟ ستزيد سميه الادويه المرافقه، اذا في مشكلتين، سايد افكت خطير وتداخل دوائي خطير، كسايد افكت انتي اندروجينيك بيلخبط الهرمونات الجنسيه، ومن ناحيه بيضبط انزيمات الكبد، وبالتالي ايش ممكن يحصل؟ ممكن يحصل زياده في سميه الادويه المرافقه. وبالتالي حقيقة قل استخدام الصايميتيدين. والمشكلة الثالثة كمان ويكر، يعني أضعف، كمان ممكن تعتبره less potent من الأدوية اللي هنا. الأدوية هذه جيدة عموما، يعني جيدة تمام. طيب كده احنا أخذنا الفكرة العامة، يبقى أقول لك ملاحظة مهمة جدا جدا، الرانيتيدين بالذات مشهور في نقطة معينة، مشهور في ايش؟ بأنه أنسب دواء تقريبا للحوامل، يعني هتلاقي أنه كاتيجوري بي في الحوامل، وبالتالي إذا هي مرأة وعندها قرحة وتشتي دواء قوي، مش بس انت اسيد، تشتي دواء قوي يوقف الافراز بشكل كبير، فالرانيتيدين هو الحل الانسب. اذا لو هي حامل ايش الحل الانسب؟ لو شويه هارت بيرن تعطي لها انت اسيد وخلاص. لو عندها قرحه حقيقيه فتشتي دواء اقوى تعطيها الرانيتيدين، ويفضل يعطى مع الاموكسيسيلين مع بعض. فكانه اذا هي حامل سنعطي الرانيتيدين لتقليل افراز الحمض والاموكسيسيلين للقضاء على بكتيريا الاتش بايلوري. طيب اضمن دواء في الحامل هو الرانيتيدين. طيب ننتقل الى ايش؟ الى المجموعه الثالثه وهي الاقوى اللي يسمونها البروتون بامب انهبيترز. طيب هذه الادويه زي من؟ الاوميبرازول، ايرتوبرازول، ايوه عايت برازول، اوميبرازول، لانسوبرازول، بانتوبرازول، ايسوموبرازول، ايسوموبرازول، يعني شله برازول، اوميبرازول، لانسوبرازول، بانتوبرازول، رابيبرازول،
اذا مثلا هذه اشهر الادويه اللي في السوق، اما الاوميبرازول هو الاول، بعدين لانسوبرازول، بنتوبرازول، رابيبرازول، اسموبرازول. طيب هناك فروق فرديه طفيفه ما بينهم، بس عموما الفعاليه متقاربه. طيب ممكن كمان اقول لك ان الاوميبرازول يعني عنده بس ملاحظه ومشكله صغيره، ايضا هو اكثر واحد فيهم يعمل تداخلات دوائيه زي السايميتيدين. كيف تحفظهم؟ السايميتيدين اول دواء انا كتبته لك في ال H2 بلوكر كان بيضبط انزيمات الكبد، هذا كمان اول دواء في العائله كمان بيضبط انزيمات الكبد، مشهور انه بيعمل تضبيط انزيمات الكبد، فهذه سميه الادويه المرافقه. اول واحد في ال H2 بلوكر واول واحد في البروتون بامب انهبيترز بيعملوا تداخلات دوائيه عن طريق تضبيط انزيمات الكبد. طيب طبعا يعني في هذه النقطه دائما يذكر مثلا خاصه في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر يعني تداخل دوائي وهو صحيح، فبذكره لك الان. الاوميبرازول مع الدواء الشهير اللي اسمه كلوبيدوغريل، دواء انتي بليتلت مشهور اسمه كلوبيدوغريل، مر علينا اعتقد في موضوع ليش الانتي بليتلت دراجز اللي اسمه التجاري فلاليكس، مشهور هذا التداخل. هنا في مشكله وفي تداخل دوائي مشهور، ما الذي يحدث؟ يمكن اقول لك وقت الكلوبيدوغريل انه برودراج، ليس دواء، هو برودراج بيتحول الى دواء، بيتحول كانه في الكبد الى ايش؟ الى الاكتيف فورم، وبالتالي سيبدا يحميك من الجلطه ويمنع تجمع الصفائح الدمويه عن طريق تطبيق مستقبلات الاي دي بي ريسبتور، شلون انه يقفل البي 2 واي 12 ادينوزين داي فوسفيت ريسبتورز. طيب الخلاصه انت اعطيتهم مع بعض، يروح الاوميبرازول ايش يعمل للاسف؟ يضبط انزيمات الكبد، فهل سيتحول الدواء الى الشكل الفعال؟ لن يتحول، وما دام لن يتحول للشكل الفعال ماذا سيحصل لك؟ يمكن يحصل لك جلطه، لان هنا مشكله. لو واحد ما شعر بالكلوبيدوغريل ومطمئن انه بياخذ دواء ضد الجلطه ولفتره طويله ايضا بياخذ دواء للقرحه لانه عنده قرحه مشاكل كذا وطول في استخدام الاوميبرازول، احتمال انه يحصل له مشكله ويحصل له جلطه. ما هو السبب؟ هذا بيضبط انزيمات الكبد فنمنع تحول الكلوبيدوغريل الى الشكل الفعال فيبقى بشكله الغير فعال وهذا قد يؤدي الى حدوث جلطه. طيب احنا كذا عرفنا الافكار العامه. طيب كاثر جانبي عامه لكل هذه العائله المميزه، ما دام مشهوره هذه الادويه وقويه وهي كثيره الاستخدام، اذكر لك كذا بعض المشاكل. هذه الادويه الحقيقه تعمل بعض المشاكل طبعا على المدى الطويل، هي امنه نسبيا بس على المدى الطويل قد تعمل مشاكل زي ايش؟ تفليش. هتلاقي انها الى حد ما بتقلل افراز الحمض بقوه، يعني قد يقال انه بتوقف افراز الحمض بنسبه 97%، وبالتالي هذا يعني قوه كبيره في ايقافه، كانها تنهي الحمض تماما. طيب ما دام بهذه القوه وتوقف الحمض بنسبه 97% او 96% هذا يؤدي الى مشاكل. ايش هي؟ اصلا السن هذا يساعد في الهضم، مش هو ربنا خلقه عشان يساعدك في هضم الطعام وتفتيت الطعام وحرق الطعام، انت منعته فيحصل لك ديسليبسيا اللي هو عسر في الهضم، او اسميها اندايجستشن سوء في الهضم. طيب انت ايضا منعته وهو اصلا يساعد في امتصاص مثلا بعض المعادن وبعض الفيتامينات، فيقل امتصاص بعض المعادن والفيتامينات زي الكالسيوم، ويقل امتصاص كمان الفيتامين بي 12. طيب هذه مشكله اخرى. طيب مش ايضا الاتش سي ال له دور في امتصاص بعض الادويه؟ انت منعته، فبالتالي سيقلل امتصاص بعض الادويه، قد يزيد او يقلل، يعني يا يقلل او يزيد امتصاص بعض الادويه المرافقه. الابزوربشن اوف دراجز. طيب مش ربنا خلق لك الاتش سي ال عشان يقضي على البكتيريا ويقضي على يعني بعض الاشياء الممرضه، انت الان منعت الاتش سي ال من قتل البكتيريا، فالبكتيريا تدخل بسهوله فتزيد الانفكشنز، يزيد الجي اي تي انفكشنز، وقد يحصل لك اسهالات او دياريا او اشياء زي كذا، ايضا ممكن ايضا هذا الشيء وارد انه يحصل. طيب سانهي لك بمشكله اخيره. المشكله الاخيره قلبي بسينوجين ما ينضربش الا كمان انت في الاخير بتنوع تحول بيبسينوجين الى بيبسين، صح ولا لا؟ وبالتالي يحصل لك كمان سوء هضم وديسبيبسيا واشياء زي كذا. طيب الشيء الثاني حتلاقي هذه الادويه الحقيقه بتعمل شيء، ما دام بتقلل امتصاص الكالسيوم ويظن لها طريقه اخرى يعني ايضا في مواجهه العظام وبالتالي في يعني تخريب كامل العظام، فتعمل لك هشاشه في العظام اوستيوبروسيس. بس يعني هذا الكلام يا جماعه على المدى الايش؟ على المدى الطويل، يعني على المدى القريب شهر شهرين ثلاثه من استخدام هذه الادويه، هي عاده تعطى مثلا مده 4 اسابيع وقد تعطى لمده 4 اشهر، فبالتالي يعني مده قصيره ان شاء الله ما يحصلش مشاكل. لكن لو اخذت لفترات طويله ولا اسيء استخدامها وحصل لها ابيوز قد تؤدي الى مشاكل زي هشاشه العظام. تمام.
البعض ربط بينها وبين بعض السرطانات، لكن اعتقد الدراسه هذه ليست مثبته حتى الان. طيب اخذنا الافكار العامه، طبعا نقص الكالسيوم يؤدي الى هشاشه صح كمان، ونقص الفيتامين ب12 قد يعمل ايش؟ ميجالوبلاستيك انيميا، فقر دم كبير للخلايا. اتذكر ما قد يحصل ايضا هذه المشاكل. طيب باقي معنا فقط من؟ باقي معك فقط مجموعه كده خلصنا جميع الانتي سكريتوري دراجز. يبقى معك الحل الثالث او الاستراتيجيه الثالثه. طيب ايش الاستراتيجيه الثالثه؟ الاستراتيجيه الثالثه انك تزود او تقوي الغشاء المحاطي الميوكس ممبرين. طيب من اشهر ادويه تقوي الغشاء المحاطي؟ هتلاقي ثلاث ادويه. في معك دواء اسمه السكرالفيت، وفي عندك دواء اخر اسمه البيزموث، اما صب ساليسيليت او صب ستريت. اذا اما بيزموث صب ساليسيليت او صب ستريت. طيب هذا البيزموث يعني احنا بنسميه مركبات البيزموث الغرويه، يعني ممكن نسميها بطريقه ثانيه كولويدال بيزموث كومباوندز، بتعمل لك يعني محلول غروي نسميها كده كولويدال بيزموث كومباوندز. ايش تركيبة الفعلية؟ بيزموث صب ساليسيليت او بيزموث صب ستريت. طيب اذا هذه التركيبة هي عبارة عن املاح للبيزموث، فنسميها مركبات البيزموث الغروية كولويدال بيزموث كومباوندز. الحقيقة هذه الادوية او هذول الدوائين بيشتغلوا بطريقة متقاربة. ايش يعملوا؟ يشوفوا فين القرحة ويرتبطوا فيها ويلتصقوا فيها. طيب يعني ببساطة بيعملوا بايندينج لمن؟ أو يعملوا كوتينج لليش؟ للقرحة. المنطقة المجروحة بيرتبطوا فيها. ولما يرتبطوا فيها يلتصقوا فيها، يعملوا روابط مع المنطقة المجروحة ويرتبطوا فيها ويلتصقوا فيها. طيب ما دام بيلتصقوا ايش بيعملوا لك في النهاية؟ حيعملوا لك طبقة اسميها بروتكتيف فيزيكال بارير، يعني حاجز فيزيائي يحمي المكان، فيعملوا بروتكتيف فيزيكال بارير يعني حاجز حمايه. طيب هذا حاجز الحمايه ايش بيسوي لك؟ سيؤدي الى انه يقلل من هجوم الاتش سيل على هذه المنطقه وسيحمي هذه المنطقه ويسمح لها كمان بالالتئام وهكذا. طيب هذا بالنسبه للسكرالفيت والبيزموث. طبعا يعني حتلاقي انه هذا المركب واضح من اسمه انه بيحتوي على الومنيوم وبيحتوي على سكروز وبيحتوي على كبريتات صلفيت. اذا باختصار هذا عباره عن مركب يحتوي على سكروز اللي هو السكر العادي سكر الابيض، بالاضافه الى كبريتات والومنيوم اللي هو الومنيوم صلفيت. طيب خلطه معينه تؤدي الى الارتباط مع القرحه وعمل حاجز فيزيائي يحميك. طيب هذا بالنسبه للسكرالفيت والكولويدال بيزموث كومباوندز. طيب في معك طيب طبعا للعلم البيزموث كمان له اليه تقضي على الاتش بايلوري، يعني البيزموث كمان مش بس كذا كمان هو انتي اتش بايلوري بس ضعيف، ويك انتي اتش بايلوري، فكانوا يضرب اسطورين بحجر، يقوي ويدعم ويحمي المنطقه المصابه، ومن ناحيه ثانيه له ويك انتي اتش بايلوري افكت، لو ذاتي ضعيف مضاد للبكتيريا. طيب خلي الكلام هذا في بالك. النقطه الثانيه ما هي؟ هتلاقي في دواء اخر انا كلمتك عليه قبل قليل، قلت لك ان البروستاجلاندينات مركبات طيبه، فليش ما نجي مركب نسميه بروستاجلاندين اي 1 انالوج، نظير صناعي للبروستاجلاندين اي 1، وهذا الذي تم. ماذا سموا هذا الدواء؟ مايزوبروستول. طبعا كيف ستحفظ اسمه؟ يحتوي على البروست، وما دام يحتوي على البروست فهو احد البروستاجلاندينات او نظير صناعي للبروستاجلاندين. اي دواء في الصيدليه تلقى فيه مقطع بروست عاده هو احد نظائر او مشابهات البروستاجلاندينات. باختصار يقول لك عارف الميزوبروستول، تقول له هو بروستاجلاندين اي 1 سينثيتيك انالوج، نظير صناعي للبروستاجلاندين اي 1. يعني اليته زي ما قلنا اول، حيوسع الاوعيه الدمويه وبالتالي سيزيد من سماكه الغشاء المحاطي ويزيد من انتاج المحاط، وكذلك يسمح بتجدد الانسجه المصابه، والشيء الثاني حيقلل كمان افراز الحمض. طيب تذكر نرجع بعدين او ارجع لما قلنا سابقا عن كيف تفيد البروستاجلاندينات في حمايه المعده. طيب هنا بس ملاحظه، الاسم التجاري لهذا الدواء سايتوتيك، وهو دواء مشهور. طيب سواء الاسم التجاري او الاسم العلمي لازم تعرف الكلام التالي. هذه الادويه كانه لها في الحقيقه استخدامين، ايش استخدامها؟ الاستخدام الاول تحميك من القرحه بيبتيك السر.
يعني تعالج البيبتيك ألسر. والاستخدام الثاني معروف البروستاجلاندين اي 1 يعمل تقلصات في الرحم. طيب عشان كذا ما تتلخبطش انا قلت لك البروستاجلاندينات توسع او تعمل سموث مسل سيل ريلاكسيشن ولا كونتراكشن؟ ريلاكسيشن، لانه قلت لك توسع الاوعيه الدمويه والحقيقه كمان بتوسع القصبات الا في منطقه الرحم بتعمل كونتراكشن. اذا تذكر البروستاجلاندينات بتعمل دائما ريلاكسيشن وخاصه في القصبات وفي الاوعيه الدمويه وهي من اشهر موسعات الاوعيه الدمويه. طيب بالمقابل ممكن تعمل تقلص في مكان واحد بس اللي هو الرحم، تعمل زياده في الكونتراكشنز في المعده. طيب قصدي في الرحم في اليوتراس. طيب هذا الكلام قد يؤدي الى احداث اجهاض ابورشن. طيب حتقول لي طيب ايش كان الوضع سابقا وما هو الوضع الحالي لهذا الدواء؟ الوضع السابق كان يعالج القرحه بس من اثاره الجانبيه يعمل اجهاض او اذا في دوره شهريه يزيد الام الدوره الشهريه. لكن في علاج القرحه هل الان من الاقوى هي ولا البروتون بامب انهبيترز مثلا؟ البروتون بامب انهبيترز يعني غطت على جميع الادويه. تذكر هذه عائله البرازول غطت تقريبا على جميع ادويه القرحه واصبحت الاكثر استخداما وبالتالي غطت على هذا الدواء. لكن اصبح اذا ما دام استخدام اصبح قليل في البيبتيك السر قل استخدامها كثيرا فاصبح تستخدم في احداث الاجهاض. اذا لو في مراه ولا مثلا تم اغتصاب بنت معينه وحصل حمل او لسبب ما قررت المراه ان تلغي أو تنزل هذا الحمل ممكن تستخدم هذا الدواء اما طبعا تحت اللسان او مثلا بكل يعني عن طريق الوجنتين او المص او يعني انترافاجينال عن طريق تحامي المهبليه ممكن انه يستخدم هذا الدواء لانزال الجنين. تمام طبعا هذا يسمونه ميديكال ابورشن هو الاجهاض الطبي ويتم طبعا للعلم الى 11 اسابيع من الحمل. يعني لو مرأة حامل وخلال 10 اسابيع الاولى من الحمل حوالي شهرين ونص من الحمل قررت انها تنزل الحمل بدواء ممكن تستخدم دواء اسمه المايسوبروستول. طيب خلي الكلام هذا في بالك. بعد العشر اسابيع لا الادويه تصبح ضعيفه لانه الجنين كبير فنحتاج الى سيرجيكال ابورشن اجهاض جراحي لازم يجهاض بعمليه جراحيه وكذا. طيب هذا بالنسبه لايش؟ بالنسبه للافكار العامه. طيب فالمايزوبروستول الحقيقه في علاج القرحه الحقيقه ضعيف وخاصه مقارنه مع الاوميبرازول بس قد يستخدم بالمشاركه مع النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز لمعالجه القرحه اللي تحديثها النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طيب يبقى معك انهي الموضوع باخر استراتيجيه وهي القضاء على بكتيريا الاتش بايلوري. انت الان عدوك الرابع الاتش بايلوري فلازم اضرب هذه البكتيريا. طيب هذه البكتيريا الحقيقه عنيده وصعبه وما دام عنيده وصعبه انت تحتاج الى مضادين حيويين على الاقل فلذلك في عندنا ما يسمى بالمعالجه الثلاثيه تريبول ثيرابي وفي عندك ما يسمى بالمعالجه الرباعيه كوادروبول ثيرابي. هل هما استراتيجيات قليله ام كثيره؟ كثيره. هتلاقي عده خلطات ثلاثيه ورباعيه تقضي على البكتيريا بس انا حاعطيك يعني بعض الامثله او اشهر الامثله. كعلاج ثلاثي اذا البكتيريا هي السبب وهي او شك الطبيب انه هي المشاركه في مهاجمه المعده الرقم 12 سنعطيك دواء زي الاموكسيسيلين مع الكلاريثروميسين مع البروتون بام انهبيترز او احد البروتون بام انهبيترز زي الاوميبرازول. اذا هذه خلطه شهيره ممكن الدكتور ايش يعمل؟ يعطيك الاموكسيسيلين مثلا 1000 ملغ صباحا ومساء ويعطيك الكلاريثروميسين 500 ملغ صباحا ومساء ويعطيك مثلا بروتون بام انهبيتر يا صباح ومساء يا اما حتى حبه واحده في اليوم لانها طويله المفعول هذه البروتون بام انهبيتر مثلا 20 ملغ الى 40 ملغ اوميبرازول في الصباح فقط مثلا قبل الافطار فقط. طيب هذه بالنسبة لي هذه بالنسبة للتريبول ثيرابي وطبعا قد تجد خلطات أخرى قد يدخل التينيدازول محل مثلا أموكسيسيلين تينيدازول أو قد يدخل المترونيدازول فممكن في خلطات ممكن يدخل الليفوفلوكساسي مشهور أيضا الآن بدأ يدخل كمنافس تشيل واحد تحط ليفوفلوكساسي لا مانع إذا في بدائل أخرى تينيدازول مترونيدازول وكذلك الليفوفلوكساسي تشيل واحد تحط واحد من هذول. في علاج رباعي مثلا ممكن اعطيك اربع ادويه مثلا تتراسايكلين مع المترونيدازول مع احد مركبات البيزموث وكمان ممكن تضيف دواء رابع اللي هو من اللي هو اتش 2 بلوكر او بروتون بامب انهبيتر بروتون بامب اللي هو البي بي اي. طيب فهذه الخلطه الرباعيه ايضا ممكن تستخدم اربعه ادويه البيزموث قلت لك ايش بيعمل بيقوي الغشاء المخاطي وكمان انتي اتش بايلوري لكنه ضعيف. طبعا هتلاقي المضادات الحيويه اللي عليها مستطيل.
هذه اللي هي مضادات حيويه اساسا، فهي تعمل انت دائما او تستخدم دائما دوائين مضادين حيويين. ممكن تدعم الغشاء المخافي بالبيزموث وتحاول تقلل افراز الحمض اما بالاتش 2 بلوكر او بالبروتون بامب انهبيترز. هناك خلطات اخرى بس ربما هذول الاشهر. من الاولى، الخلطه الثلاثيه ولا الرباعيه؟ الثلاثيه اولى باعتبارها اخف الاثار الجانبيه. التتراسايكلين والميتريدازول اثرهم الجانبيه اعلى، وبالتالي يعتبرها خيار او سكند تشويس. طيب احنا كده تقريبا اخذنا فكره شبه كامله عن الموضوع. طيب هذا اللي هو خلاصه علاج القرحه. تمام، غلقت اللعبه.